هل صح ما قيل ان الدعاء يغير القدر او القضاء، اي انه عندما يولد الطفل يكتب الملك له في الكتاب شقي هو ام سعيد؟ هل اذا كان شقيا يغير الدعاء شقاءه الى سعاده؟ ظاهر النصوص ان الشقاوه والسعاده امر محكم من الله عز وجل، ليس فيه تغيير، والاجال اجال الموت والارزاق ونحو ذلك كلها محكمه، ولكن هناك قدر معلق على اشياء يفعلها العبد سبق فيها الله انه يفعلها، فلا شيء القدر المعلق على شيء، على بر والديه او على صله رحمه او على فعله كذا، يوجد عند وجود الفعل من الشخص، فهناك اشياء معلقه قدر معلقه على اشياء يفعلها الانسان، والله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى فعلى خافه. فجعل البر من اسباب زياده العمر، صله الرحم كذلك، وجعل المعاصي والسيئات من اسباب نزع البركه ومن اسباب قصر الاعمار الى غير ذلك. فالحاصل ان هناك اقدار معلقه توجد باسبابها ومعلقه عليها، وهناك اقدار محكمه ليس فيها تغيير، لا تغير بالدعاء ولا بغير الدعاء، في الشقاوه والسعاده والاجال المضروبه المحكمه الى غير ذلك. وذهب بعض اهل العلم الى ان كل شيء يمكن تغييره، ان الله قال يرحم الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب، وان الله جل امر بالدعاء وشرع الاسباب وعلق ما يشاء على ما يشاء سبحانه وتعالى، علق الشقاوه على شيء والسعاده على شيء، وهو حكيم عليم يعلم ما يصير اليه امر العبد، فاذا اجتهد في طاعه الله وسال ربه يحوه من الشقاوه الى السعاده ان هذا قد يقع، ويكون القدر ليس محكم بل معلق. ويروى عن بعض السلف وعن عمر ايضا انه كان يقول اللهم ان كنت كتبتني شقيا فاتركني سعيدا، هذا قاله جماعه من العلم، والمشهور عند اهل العلم والاكثرين الاول، وان الشقاوه والسعاده والاجال امر مفروغ منه. وهذا يدل على الحديث الصحيح حديث علي رضي الله عنه انهم سال الصحابه قال يا رسول الله هذا الذي نعمل اهو في امر قد مضى وفرغ منه او في امر مستقبل؟ قال بل في امر قد فرغ ومضى وفرغ منه. قال يا رسول الله فيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اما اهل السعاده فيسر لعمل اهل السعاده، واما اهل الشقاوه فيسر لعمل اهل الشقاوه. ثم قرا النبي صلى الله عليه وسلم فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره العسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. فالصواب هو قول الاكثرين، وان الاشياء المقدره التي مضى بها علم الله وفرغ منها علم الله سبحانه وتعالى هذه لا تغير، ولكن الله جل وعلا يوفق العباد لاسباب توصلهم الى ما قدر لهم، توصل السعيد الى السعاده وتوصل الشقي الى الشقاوه، ولا حول ولا قوه، كلهم ميسر لما خلق له. هذا كان الدعاء عن عمر وعن ولده. نعم. الدعاء هذا عن عمر وعن عبد الله. من يذكر هو عن عمر. بعض الشباب المتمسك بدينه. الحديث الذي سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجامع قلب القلوب. قال هذه المسألة العشر قال أنا أعلم من القلوب بين العباد بين أسبوعين وسبعة. هذا ما يلعب فيه القاضي. شاهد الجغال ذراعه وشاهد ما يلعب فيه. ما سبق به علمه سبحانه وتعالى. أو ما يلعب فيه. هو مقلب القلوب على ما سبق به علمه سبحانه وتعالى. يا شيخ ما في حديث يقول ان البلاء والدعاء يتعارجان بين السماء والارض؟ بلى. صحيح هذا الحديث؟ جاء جيد. نعم. بعض لا ينافي ما سبق به علم الله. نعم. كل يوفق لما قدر له. نعم.